يعني عربت النبي صلى الله عليه وسلم مركز أم بودح جوجي أو النبي يقول هذا ليه صلى الله عليه وسلم لكن حديثك هو إسكع عام ده تقولنا عشر كسر دوات اللي فتح اليوم ما أنت وحال لقفر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم من ردم يأجوج ومأجوج جوج ومأجوج درب جودي درب جيد القرنين وكحري وحال لقفر مثل هذه تن وحل مدة أنت أسوح لمدة درب جيل لقفر وحلق النبي صلى الله عليه وسلم وحو ورجيه بأسبعه فرتيسي ورجيه الإبهام سولك يا والتي تليها سولك يا فرت سولك كحكتها أي نبي صلى الله عليه وسلم اسكو ورجيه يعني حلقه وحلو لجدا وعطف الصبابة إلى جهة الإبهام عطف الصبابة إلى جهة الإبهام وفرت الصبابة اللي راه جهة سولك اللوس الليحيه وسيدا سوي يعني انت سوى كلا لغفر يساس ورجي ذا نبي صلى الله عليه وسلم ردمكي ووحي نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وأسرارتي دربكاس ونبي كشفي صلى الله عليه وسلم دربكي ذو القرنين سرتي سيو نبي صلى الله عليه وسلم وكشفي ان انت سوى كلا إلهي وكفري وعلامات تسيني سأيتاي باللوغي علاماتك أشراد الساعة أشراد الساعة علاماتك دي قالت زينب بنت جحش وحي تري فقلت وحيري يا رسول الله رسولك إلهي وأن أهلكم هلاك سمينا والحال فينا دحلنا الصالحون دت صالحون هو أي كجرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري نعم إذا كثر الخبث حما تدو هدي بلته يعني إلهي سبحانه وتعالى دتك صالحين تاهو ير كل حجرة إلهي عمل كود آخرة وكبت بادن لكن مربع هدي فذنا يسودكتو تعم الصالح والطالح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم هو البصري شيخ تاريخ ذي سوحا كم إذا أي مدى محدثين توحيرها مسلم بن إبراهيم البصري يروي عن 70 امرأة تضبات قبلود وحكبرت وشيوخ ذي سوحا كم إذا 70 امرأة تضبات قبلود مشايخ ذي سكجرتي مسلم بن إبراهيم البصري قال حدثنا وهيب ووهيب بن خالد البصري قال حدثنا ابن داووس عبد الله بن داووس عن أبيه أبيه سكوري وداووس بن كيسان فقيه اليمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسوله صلى الله عليه وسلم فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه درب يأجوج ومأجوج انتن وكلا يا إلهي كفري وعقد وحونا حري النبي صلى الله عليه وسلم بيده قعنتي 90 مقدار 90 قدر كسقاشا حسابت عربت يكون حسابا قدر كاسو حري النبي صلى الله عليه وسلم وتي هذا الرواية هذا السومر إنه كلا وعطف الصبابة إلى جهة الإبهام وتسعين مركي عربت إشاريان ساسي سقاشا ككو إشاريان 90 ورواية هذا السومر إنه كلا لكن رواية مسلم في صحيحه وحانو كسو مرني وعقد وهيب بيده ورواية مسلم وحيث سنيسي عقد فاعل كيدون وهيب يهي وهيب إنه يهي لأنه مسلم في صحيح عن سومرني وعقد وهيب بيده 90 وأنا وهيب كهذا رواية حديث كأنه يقول جراو حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب وعقد وهيب ومتن صحيح مسلم ك وعقد وهيب بيده 90 ووحا مركب مثال كبحنية إنه بيهب وهيب خالد البصري ساسا مسلم كسوق عالمي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر هو المروزي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح ذكوان الزيات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إلهي وحليه يا آدم نبي الله آدم فيقول وحليه لبيك وسعديك والخير في يديك خيرك يدينك أقوى هذه ربي يو فيقول مركاسه حليه إلهي أخرج صوصر آدم بعث النار مبعوث النار وفعل بمعنى مفعوله بعث النار مبعوث النار نار تكوحد اللود ديريه صوصر قال مركاسه نبي الله آدم حليه وما بعث النار وما مبعوث النار نار تكو اللود ديريه محيه قال مركاسه حليه إلهي سبحانه وتعالى من كل ألف أخرج كصوصر من كل ألف كن قفاد أو كستا أو ذرية هذه كم ذي الله حماش سو صباح وذرية النبي الله آدم ذرية آدم ذرية هذه كن قف أو كستا واحد كسب بحساء 999 سجال بقول إيه سجاشن إيه سجال كسب بحكم كيبا مركب ما حماش هك إيمانا ينجو من كل ألف واحد
كن كسته وحكبت بادي أهل الجنة نقنية هلقف أو كليئة. فعنده حال كأكتيسة أي يشيب الصغير عنق الله كاهوير مركز عروبي يري نبي صلى الله عليه وسلم نحذن وتضع كل ذات حمل أور إسلام صاحبه كسته وحيد جيني حملها أور كيدي وترى الناس ذاتك أدارك مالنتها سكرا حاليهن أيقو سخران سن أيضارك وما هم أيقونا معها بسكرا هو سخران سن معها سكارا مودين لغا مثل سكرا سكارا حتى اللفذي آيات وافق سنية اللفذي آيات رواية وافق سنتهاي وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اللفذي آيات أنا وحيو قري سكرا سكرا وفعلا وترى الناس ذاتك أدارك سكرا حاليهن هو سخران سن وما هم ذاتكونا معها بسكرا هو سخران سن ولكن عذاب الله الشديد لكن عذابك إلهي يضرن وري نبي صلى الله عليه وسلم قالوا وحي إلهي يا رسول الله رسولك إلهي وأينا كنه ذلك كاسو يهي كاسو الواحد أمتك أي الذي ينجو وهل كقف بدبادية كون قندونا رسولك إلهي كون كيب هدي هل قف كبدبادو يا نجهر يا إلهي صحابتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي أبشروا بشاريست فإن منكم حقنا وحكا هاني رجلا هل نناك أهاني يعني ذاتك بعث النار كأ أمد محمدية ذا مركل حسابه أمد محمدية ذاتك بعث النار كأ هل نن مركي أمد محمدية ذا النار تلو قدره ومية أجوج وما أجوجنا ألفنا على قدر مركب بشارة سنة دين هياهو النبي صلى الله عليه وسلم بشارة زي هياهو أجوج وما أجوج كل مركي لول ليحي ودنا على النار ته أمد محمدية ذا هل قفل ليحنا كل مركي لول ليحي ساسي كسر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مركب تاسوحي تسنى فربضن ذا أجوج وما أجوج النار تقوب بدينهم ثم قال مركاس وحير نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن كن أرتاه إني أنا أرجو حان رجينا أن تكونوا إن أدباهاتان ربع أهل الجنة أهل الجنة مركا أفر ميل أدلو قيبي وحا جنة قليودان ربع عيد إن أدنغتان أيان رجينا هو نبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا مركاسا تكبير سني ويري أبو هريرة أبي سعيد الخدري وتكبير سني بمعنى استبشارا بهذه النعمة الجليلة نعم هذا وينه النبي قلنا شيخ صلى الله عليه وسلم أنه كبر شعري سنين الله أكبر عنه فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم حبيري أرجو حنبر هجينا أن تكونوا ثلث أهل الجنة وانت سنة كسب هذا التنبأ أهل الجنة سدح مولود إن أدنغتان أيام برهجينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا أدنا وتكبير سنة استبشارا بهذه النعمة الجليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبيري أرجو حنبر هجينا أن تكونوا نصف أهل الجنة أهل الجنة نسك سنة أدنغتان ساساً برهجينين فكبرنا هذا نوى تكبير سني استبشاراً بهذه النعمة الجليلة فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم محبير ما أنتم أدينكم متهين في الناس بالنسبة للناس ذاتك هذه اللون نسبة يمتهين بمعنى في المحشرة للوجهة ذاتك محشر كإسوء إيماني أدينكم متهين مركي اللي يدين حسابه إلا كشعرة هل تن أوكالي أيات كتين ذاتك ما يشعر إسوء إيماني شعرة أسوداء مدو تنتاس مدوب في جلد ثور دبي مقار كيس أهاتي دبي قاسو أبيض كل جيس وضعت دبي كل جيس وضعت هل تنو مدوب كتال أياد أمضى محشر كذا كتين يعني ولقلة الأمة المحمدية في المحشر لا تكفر بضمو سوى ما رأي مجد جوجي وما جوج كليو أمضي هوران حسابي انت كإيمانيس جوجي وما جوج كليو أو أمسك شعرة بيضاء لم تهين هل تنو عد هل كاس تنو عدو في جلد ثور دبي مقار كيسا كسوغن دبي قاسو أسود مدو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى هذا متكن باب قول الله تعالى قولك إلهي أيوب بابها إلهي وير واتخذ الله إلهي وحكسم است إبراهيم نبي الله إبراهيم خليلا وذي أجعليه أي إلهي كسم است وقصده نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وشيخ السود لمييي أيوح الدوني الشيخ رحمه الله تعالى قصة النبي الله إبراهيم قصة النبي الله إبراهيم خليل الرحمن وخليل الرحمن وإلهي سبحانه وتعالى أيدي سكت المامي واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله تعالى إلهي قول كيسنا وأباب إلهي أويري إن إبراهيم نبي الله إبراهيم كان وحوها نبي الله إبراهيم أمة أمة لنرواها بمعنى أمة ويعني غاية المدح أما نمشي قدام بيس قفك الدليل إلى فلان أمة هب الكريجيسا أمضها الدليلة بمعنى اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأمم أسقوها كأروري أمضها وحي أمانك كلا تكسنا أكليجيس لسوق كانيو فلان أمة وغاية المدح أمان مش قدام بيسوي الدليلة هب الو أمضسعة كليجي الدليلة بمعنى اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأمم من الخصال الحميدة الرماها الله مهديه أو شرفت الله شيعه أو لن
oo ummka ku kala yaacsan ayaa keligii isugu yimid. In Ibraahim kaana umma ummu aha waa meesha ninka shaacirku uu ka yiri oo kale, walaysa cala allaahi bimustankari an yajmaca alcaalama fii waaxidi. Nin shaacir gabayaa wuxuu yidhi walaysa cala allaahi bimustankari, ilaahay laguma inkiri karo, an yajmaca alcaalama fii waaxidi, caalamka oo dhan wixii ammaan ku jiray inuu hal qof ilaahay isugu keeno. ilaahay uu awoodaa subxaana wa tacaala caalamka dhan wixii ammaan ku jiray bini aadam waxa caalamka ku nool wixii sharaf ay lahaayeen inuu hal qof isugu keeno. marka wuxuu yidhi walaysa cala allaahi bimustankari an yajmaca alcaalama fii waaxidi. waa meeshii maqsuurada ibnu dureydkuna uu ka lahaa wannaasu alfun minhum ka waaxidi wa waaxidun minhum ka alfin in amrun cara. meesha ibnu dureydku isaguna uu ka lahaa isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu yidhi wannaasu alfun minhum ka waaxidi, dadka markaad miisaanto waxaad arkay yuu yidhi yacni kun qof oo u dhigma hal qof nafci darradooda. kun qof oo markaad fiiriso hal qof ay la mid yihiin nafci ma lahaniya, waa kun qof oo aan miisaan lahayn. wa waaxidun minhum ka alfin, waxaad arkay yuu yidhi ibnu dureyd hal qof oo kun qof u dhigma ayaad arkay, in amrun cara, haddii arrin uu soo darriyo hal qof oo kun qof u dhigma caqligiisa, geesinimadiisa, yacni kartidiisa, miisaaniyadda ummadda uu ugu fadhiyo hal qof oo waxaad arkay yuu yidhi kun la mida. waxay kale dadka culimmada saalixiinta qaarkood yidhaaheen waa shicirkaasi ma aha, waa iska nathri caadi ah. nathri caadiyahi waxay ku yidhaaheen, waxay yidhaaheen waaxidun ka alfin wa alfun ka ufin ayay yidhaaheen. waaxidun ka alfin, hal qof oo waxaad arkay yidhaaheen yacni kun qofood la karti ah, kartida iyo caqliga iyo aqoonta kun la mida. wa alfun ka ufin, kun qofoodoo uf aad leedahana waa arkay yidhaaheen, kun qofood ood sanka ka qabsanayso. wa alfun ka ufin, alfi uf aad leedahana way jiraa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim markuu ammaanayo ina ibraahima kaana umma, ilaahay wuxuu yidhi umma u ahaa, ummad dhan oo guuraysa, keligiis u ahaa ummad guuraysa nabiyullaahi ibraahim. qaanitan u ahaa ay mutiican lillaah, mid ilaahay mar walbaba addeeca ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim. wa qawlihi tacaala, ilaahay qowlkiisana waa u baab, ilaahay uu yidhi ina ibraahima, nabiyullaahi ibraahim la awwaahun u ahaa, awwaaha isagaa fasiri doona imaamu albukhaari raximahullahu tacaala, xaliim u ahaa, mid dulqaad badan ayuu ahaa. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala abu maysara, abu maysara wuxuu yidhi waa camru bnu sharaxbiil alkuufiy, abu maysara wuxuu yidhi alraxiim bilafdi alxabasha alawaah ayaad u soo qadari, alawaaha aayadda ku jira ina ibraahima la awaahuntaa, awaaha aayadda ku jira wuxuu yidhi abu maysara alraxiimu waa qofka naxariista badan, qofka naxariista badana la yidhaaho. bilisaani alxabashati xaal u ahaaday luqada xabashada, lisaan bimacnaa luqati alxabasha, luqada xabashada waxaa lagu yidhaahu yidhi awaaha yacni luqa alxabasha waxaa lagu yidhaha alraxiim, ay noqona carabi haddii loo fasiro alraxiim, qofka naxariista badan. marka maxay noqonay ina ibraahima la awaahu, mid naxariis badan uu ahaa, xaliim haddana dulqaad badan ayuu ahaa. qaal alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaanaa maxamed bnu kaiir, maxamed bnu kaiir alcabdiyi albasriyi qaal akhbaranaa sufyaan waa sufyaan اثwri qaal xadaثana اlmugiirة bnu nucmaan, mugiirة bnu nucmaan huwa alkuufiy qaal xadaثanii siciid bnu jubayrin waa siciid bnu jubayr الshahiidkii can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma can اnnabiyi salى اllahu wasalam wabaraka calayh qaala rasuulku salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi innakum idinka maxshuuruuna waa laydin soo shirin doonaa xufaatan xaalatiin kuwa kobala oo qof kaba haysata aysan jirin, curaatan xaalaatiin kuwa qaaqaawan, qurlan xaalaatiin kuwa buryo qaba oo buryadiiba xataa ay ku taal. suma qara'a markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu akhriyey kamaa sidii badaanaa aan u soo bilownay awala khalqin, khalqiga bilowgiisiiba sidaan u bilownay ayaa ilaahay wuxuu yidhi nuciiduhu khalqigaan u soo celinaynaa, ewlna annagaa bilownay haddana annagaa soo celinayna yuri ilaahay subxaanahu wa tacaala. wacdan calayna wucida daalika, kaas waa la ballanqaaday, wacdan ballanqaadid, ballanqaadidaa la ballanqaaday, ballanqaadkaasuu calaynaa dusheenna ahaaduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka sidaan u bilownay inaan u soo celinayno. oo markii lagu bilaabayo adduunyada aad imanaysay kowa ma aadan lahayn, waad qaawneed, saasuu ula jeedaa nabigana sala allahu calayh wasalam xadiiskii aayaddii isku fasiray nabiga sala allahu calayh wasalam, waad qaawneed, buryadu way kugu tiilay, kowa ma aadan lahayn, saasoo kalea lagu soo celin qiyaamahana adigoo xufaatan curaatan qurlan ah. wucida daalika, kaas waa la ballanqaaday yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, wacdan ballanqaadid, ballanqaadkaasuu calaynaa dusheenna ahaaday inna anagu kunnaa waxaan ahaanay faaciliina, ballanqaadkaa kuwa samaynaya. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wa awalu man, qofka ugu horreeya, qofkaasoo yugsaa loo labisayo yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha qofka ugu horreeya loo labisayo waa ibraahim,
نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أي أوجه الرأي قفك قيامه كل لو لبسي علماء الحيرة هنا وحصابتها يعني اللوجية لإسقى وحوي مركي ضبك يكون ريدين ولدي قال هذا مركو أصنام تكج جبي وضبك يكون توريين أي قاويين وي قاويين جردوه عن ثيابه مركي سيك نرترين مركاس إلهي أبا المريم وقدقي أنه يكون أول من يكسى يوم القيامة وفق أوجه الرأي اللول بيسوي مال أنت قيامها إنه كم ديهاي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا ضد كاسوا من أصحابي أصحابتي ذا كم ده أي يأخذوا لقبان دونا بهم أيجا ذات الشمال لنا عبد الحلا اللول اللي حين دونا فأقول مركاس محل ليهاي أصحابي أصحابي هم أصحابي هم أصحابي أصحابتي ذي وهي حقي الله وضع فيقال مركاس محل ليها إنهم لن يزالوا مرتدين كما يسنسوا لنا الدين تي أدلت تمد وكل لابتين دين تي أدلت تمد وكل لابتين ودين عقالة دي كبيرين على عقابهم عربيالكو دي دي بقول لابتين كفر كي مادين أي دي بقول لابتين منذ وقت لقب الله وفارقتهم أتفارق دبا واللابتين فأقول مركاسا نقول وحن ليه ورنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العبد الصالح الدونك صالح سيدي يروى نبي الله عيسى نبي الله عيسى للجهد نبي الله عيسى سيدي يريو كالي وإله مركو كحكايون إلهي ويري وكنت وحن هاي يري نبي الله عيسى عليهم هربن إسرائيل دشودي شهيداً كمر قاتفرة أيانها ما مدديان كمر قاتفري دمت فيهم هربن إسرائيل أنت دائم كواها لكن هدان قيريودي وحي سمينيين إله وديك ورقبه إلى قوله تعالى لقاقارو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى لقاقارو إلى هداد عذابتنا وأضو مدادي وإن تغفر لهم هداد الدين بدافتنا فإنك أنت العزيز الحكيم هديك عزيز الحكيم إله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى مركز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبة كمذا هذيب اللي ليه هي عربتو دي ديب أقول لابتين الدون مركز كستا وإنه ولول كجره وحالة هذا محيكو دمين دون سوء الخاتمة والعياذ بالله وإن إله اللي قمه ينقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قيامه قيبة كمذا مركز يمالان أي اللي ليه إنهم لن يزالوا مرتدين على عقابهم مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحولي أنقنا آيضنا آخرنا هولي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا نخلنا النبي صلى الله عليه وسلم مركب قف الباء وإنه سن يعني مر البابا ليس كأوسن سكوقرين ليس كصالحين تي ليس كأهل الجنة ويراه ورمى حالتك لإيمان دونته والعياذ بالله إن كما قال سبحانه وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو المدني الأسبحي وشيخي إمام مالك وأفتقى وها قال أخبرني أخي عبد الحميد وعبد الحميد ولا الكيس إسماعيل ولا الكيو عبد الحميد ابن عبد الله المدني الأسبحي عن ابن أبي ذئب ومحمد ابن عبد الرحيم محمد ابن عبد الرحيم ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم نبي الله إبراهيم وحول كل مدونا أباه أبيس آزرأها يوم القيامة ما لنت قيامها اسكو أرك الدونان وكن نبي الله إبراهيم مرك إن بدن أبيه وعي قلي وأنا كديدي ووعدي كديدي وحال حال على وجه آزر آزر وجهي سنة قطرة مدو يمجدئ يه أبيه هذا قال لهم كل أنت وجهي سنة ومجدئ يه وأن لفيرن كرن أي قيامها سو استاج وغبرة بر يه وجهي سحباس يبر وكمغض فيقول له إبراهيم نبي الله إبراهيم أبيه سو حكولي يه ألم أقول لك أبوك مدهن مي الله تعسني أبو هي عاسن ما لنسانا إيمان دونته هي عاسن أبو سوكم الدهن فيقول أبوه أبيه مركز وحوليه فليوم ما أنت لا عسيك ويلك يوم ما أنت كو عاسن ما أنت دادو حيقة بانكرت ما أنت حيقة ما أنت وحو البقوت شاكته وان كايلي إلهي عابد هدا يترى وان عابد ما أنت ديارة هايو فليوم ما أنت لا عسيك ويلك يوم كو عاسن ما فيقول إبراهيم نبي الله إبراهيم وحوليه يا ربي ربي قيو إنك وعدتني وذيب الله قاد أن لا تخزيني إن هذا إهوجيني يوم ما لن يبعثون ضدك لصو صاردون فأي خزي هوجه أخذ كهوج بدن من أبي من خزي أبي أبه يهوجي يا يقدرن أبه يهوجي النار لصي وده يا يقدرن ربيو أبه يقاسو ألب عدي فجاشها بدنا بمعنى عن رحمتك أبه رحمة ما أنت كفوق هذا والنار لصي وده إلى هوج يمد منا أبه يبت بادي فيقول الله تعالى إلهي وحليه إني أنا وحرمت الجنة على الكافرين meeshaas galma galo gal meesha looma ogola wan ka xarimay ilaahay subhanahu wa ta'ala thumma yuqalu markaas waxa la leeyahay ya ibraahim ibraahimow ma mahayba tahta rijlayka
labadooda lugood hoostooda bal waxa yaalla fiiri, labada lugood hoostooda waxa yaalla fiiri. Fayanduru waa fiirina nabiyullaahi Ibraahim, labadiisa lugood hoostooda u fiirin. Faidan huwa nabiyullaahi Ibraahim bidiikhin laaqin, wuxuu la kulmay bidiikhin weer, weer calan, weer calanaba meesha yaal, weerkaasoo multadikhin ee wasaqoobay oo ku dharoobmay bidami waqayri, weel calaan dhiig iyo wasaq iyo ku raran ayaa lugihiisa hoostayeysayaal. Fayuukhadu waa la qabanaa, weer calaankaas marka waxa weeye waa masakha allaahu aba ibraahima dabucan, nabiyullaahi Ibraahim aabbihiis weer calaana loo bedelay, weer calaan ayaa laga dhigay. Fayuukhadu waa la qabanaa isagoo weer calaana, biqawaa'imihi lugihiisii ayaa lagu qadan, fayulqaa fi naar, markaasaa naarta lagu tuuray, walciyaadu billaah. Yacni waxa weeye gaaladii kaleba waa laga soocay, leanna waxa weye nabiyullaahi Ibraahim guriga xataa ka eriyey, yaa abati inii akhaafu an yamassaka cadaabun min arraxmaan fatakuuna lishaytaani waliya. Markuu nabiyullaahi Ibraahim dhahay aabbahe waxaan kaaga baqaa cadaab inuu ku taabto, soo raac, markaasuu xataa guriga ka eriyey, guriga xataa imaan uu yiri. Marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu abaalmarintiisii uu ka dhigay in muuqaalkiisii iyo suuraddiisii dhammaa calaa ru'uusi ilashhaad, dadkii oo dhan u arkay, calaa ru'uusi ilashhaad, odagii gaalnimada ku dhintay, in muuqaalkiisii oo dhan ilaahay inuu tuu bedelo, weer calaan laga dhigo, isagoo weer calaanana naarta xaggeedii loo tuuro. Saasaa ilaahay warruntiis ka dhigay. Taasi marka waxay daliil u tahay sharaful waladi laa yanfacu lwaalid idaa lam yakun hunaaka diinun walaa iimaan. Yacni waalidka carruurta sharaftoodu waalidka uma gudbayso, idaa lam yakun hunaaka diinun walaa iimaan, haddii diin ka dhexaysay iimaan isku xiraaba uusan jirin. Leanna waxa weye laa shafaacata likaafir, qof kaafira shafaaca ma lahan. Marka waa wax yacni aad looga murugoodo nabiyullaahi Ibraahim aabbihiis meeshaasuu ku dambay. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala, xadaanaa yaxya bnu sulaymaan huwa alkuufi min afraadi alimaam albukhaari, wa afraadda imaam albukhaari ummahaadka kale waxba kama warin shuyuukh ulummahaad. Yaxya bnu sulaymaan, yaxya bnu sulaymaan alkuufi min afraadi albukhaari, qaala xadaanii ibnu wahbin wa cabdullahi bnu wahbin almisriy, qaala akhbaranii camrun wa camru bnu raashid albasriyu anna bukayran bukayra bni cabdillaahi alashaji almisriyu xadathahu can kurayb mawla ibni cabaas can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaal dakhala annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo galay albeyta, beytka waxaa loola jeedaa kacbadiiu, kacbadiiu soo galay nabigu sala allahu calayhi wasalam, fawajada fiihi beytka ilaahay wuxuu ka helay nabigu sala allahu calayhi wasalam suurata ibraahim, sawirkii nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi ibraahim oo gaaladii meeshii ku sawireen, waa markii kacbada ay xoogga ku haysteen gaaladii, nabi ibraahimay ku sawireen meeshii, wa suurata maryam, maryamana suuraddeediina wuu ka helay nabigu sallallahu alayhi wasallam, maryam binti cimraanna meeshii iyadana ku dhejiyeen sawirkeedii. Fa qaala markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi amaa hum iyaga kuwan sawirka meesha ku dhejiyey oo gaalada heer quraysh, faqad samicuu hadda ka hor waxay maqleen anna almalaa'ikata laa tadkhulu beytan, malaa'igtu inaysan beyt soo gelin beytkaasoo fiihi suura. In badan ee nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskaa uu sheegay malaa'igtu inaysan soo gelaynin yacni guri sawir uu ku jiro, marka beytkii ilaahay ayay sawir keeneen gaaladii. Haadaa kani ibraahim wuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam, musawir weeye waa la sawiray meeshana lagu sawiray gaaladana sawiray. Famaa maxay baa lahu nabiyullaahi ibraahim u sugnaaday yastasqimu xaalu qoondo dalbayo, bimacnaa bilaslaam, leebabkii gacmahay waxay u geliyeen markay sawireen, isagoo leebabkii gaaladu ay ku qoondo dalbi jireen markay doonayaan inay safraan, leebabay midna laa ku qoreen midna nacamay ku qoreen, leebabkaasi iyo qoryahaasaa laysku qasi, kii laa hadduu kuu soo baxo ma safraysid, safarka musiiba kugu dhacaysay leeyihin, kii nacam hadduu kuu soo baxana safarku markaa yacni barwaaqo iyo khayraad ka heliya safaray dhihi jireen. Marka waxay sameeyeen si xumaatadoodii ay ugu dhejiyaan ambiyadii, nabiyullaahi Ibraahim oo leebabkii ku qoondo dalbaya oo isaguna dhowr leeb saas u kala fiirsanaya ay sawirkiisa soo dhigeen meesha ay ku sawireen. Markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi famaa lahu yastasqim, ma nabi ibraahimay ka dhigeen inuu ku qoondo dalbayo aslaam, gaalnimadii dhaqankoodii ku sawireen, uu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam xumaatada ay sameeyeen. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى هو الصغير الذي قال في حقه الإمام أحمد لا تقول الصغير إنه كبير في العلم والورع. قال أخبرنا هشام عن معمر وكحقة محونا نغنى مركة هشام ابن يوسف السنعاني وابن جريج معمر عنهما ذاك ابن يوسف يخص فيهما عن أيوب هو السختياني عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصورة sawiradaas markuu arkay fil beyti kacbadii dhexdeedii markuu sawiradii ku arkay lam yadkhul sooma gelin nabigu sallallahu alayhi wasallam xataa amara biha bitilka suwar ilaa suwartaas oon bimacnaa bimaxyiha xataa amara biha bimaxyiha sawirada ha layga tirtiru yiri waa markuu beytka uu qabsaday haddii nabigu sallallahu alayhi wasallam magaaladii dhan uu la wareegay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam yidhi hala tirtiro
كعبدها لقى ترتر صور هذا فمحيط والله ترتر ورأى إبراهيم وإسماعيل وحو أركي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم إيه نبي الله إسماعيل عليهما السلام بيديهما قعمه ذا حال الأزلاب لبب إيكو سوغيهن والبب كي قالدو إيكو قوندد دل بجرين وركي سفر دي قلائن وحي إيكو سوغيرين لغن كودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لعند الله كدلو والله إن استسقما إنيسان كو قوندد دل بن نبي إبراهيم إيه نبي إسماعيل بالأزلام قدو لغن فاشحوني ونسبيينه ورقوت كما قوندد دل بن أزلامت وري نبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله والمديني البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال حدثنا عبيد الله والعمري قال حدثني سعيد بن أبي سعيد هو المقبري عن أبيه أبيه سكيسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل وحل يا رسول الله رسولك الله من أكرم الناس ذاتك يا أقوى ناكسا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوير أتقاهم ذاتك متك وعب سدى بضانه إلهي وعب سدى كاسا ذاتك أقوى ناكسا فقالوا مركاسي وحيرة صحابتي ليس عن هذا شأنكا نسألك كسؤال من حق التقوى إيو كما أن سؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير حق النصب كما دي سؤال إسان أبترسك يا أقو أبترس قرحون مياد لجيدا فيوسف أقو أبترس قرحون هذا تاول جيدا حق النصب يوسف النبي الله هو ابن النبي الله هو نبي الله أنا دالي نبي قاسو أسقنا ابن النبي الله نبي الله أسقناها نبي قاسو هذانا ابن خليل الله نبي الله إبراهيم أقو أبترس له نبي الله إبراهيم هذا ربتان حق النصب كوحيقو يديسينا نبي يوسف أقول نصف يعني لأنه وحكون نصف سادات صالحين وأنبياء الرسل أه وكأب ترسمه قالوا مركزي وحيراهن ليس عن هذا نسألك يا أقول نصب ونعكسنا ولم تجدنا هذاك ولم تجدنا يا أقول نصب ونعكسنا وحنول تجدنا حاجة أخيار نمذا يرقنك كلا يكاسن ولا تجدنا رقم ماذا درك بن آدم كي يقانن قال النبي صلى الله عليه وسلم حبر فعن معادن العربي عربت أصوش وذا يا أوفي عن ما تقول تجدنا تسألوني فعن معادن العربي عربت أصوش وذمية تسألون عن الدين سان أصوش عربت خيارهم ضدك عربت أخيارته ذا في الجاهلية جاهلية ذا نحن ضدك أخيارته هاجري شجاعة وقوة وبأسا أيال لجدا حلق الجاهلية ذا الدين الآن ضدك أخيار لماذا كؤها شجاعة وقوة وبأسا حق قيس لماذا حق أود حق كرتدا خيارهم في الإسلام إذا فقه إسلام كان يقع أخيار كؤه إذا فقه هذا الدين تفهمان dadka xilligi diin laanta in karmeednimada iyo geesinimada iyo dadka la han jiray diinta haday ku soo biiraana dadka kuwa ugu fiican ay noqonayaan asaas weey asaas dad iga su'aashin saas weey qala abu usama wuxuu wariyay bimaana rawa wa ana soo saati qala abu usama hamad ibn usama al-kufi iyo wa mu'tamir wuxuu wariyay an ubaydillah sabiqu fil isnad an sa'id as-sabiq an abi hurayra an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa abu usama sag isnadkiisu saas u ahaayo فأسقط أبو أسامة ومعتمر بن سليمان وحي ردين أبا سعيد سعيد أبيهس أي ما شكر ردين رواية هو سعيد أبيهس الوحسي حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ديه عن أبيه كمجرت رواية مركزات نوشي رواية لسكو خلافه قاب كالي أبو أسامة ومعتمر بن سليمان قاب كالي إنه يوري سنتك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل ومؤمل بن هشام والبصري قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا عوف وعوف كأقوم مشهور سن عوف يالك بخاري وكجرة وعوف ابن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعرابي عوفك لو سدح عوفا سواء قال إن بخاري وكجرة عوف ابن الحارث أي جري عوف ابن الحارث بدل يرى عوف ابن الحارث ابن الضفيل المشهور بالرضيع عائشة رضيع عائشة جري عوف بن مالك جري السحابية سوشا نسجنا عوف ابن أبي جميلة هذا الولد هذا البصري المعروف بعوف الأعرابي وليس بعرابي قال حدثنا أبو رجاء وعمران بن ملحان البصري قال حدثنا سمرة بن بجندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة حالي وحايمد آتياني لبما لقوا إيمانا يا إيمي فأتينا وحان أنمد على رجول ننكاسو الضويل دار ننكاسو لا أكادو أنا سيق كرمبا أرى رأسه مدحي سينان أركي وضولا من دول حق درك ننكاسي إيوة ذن أدو دار وإنه ننكاسنا وحايق فسرين ملائكتي إدي المنيسي إبراهيم النبي إبراهيم أذو ديرا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني بيان بن عمرو البخاري العابد الثقة عابدها عبادة بدن لبدا بيانه كجرته وكتابه كمتك ماذا كان أقوم مقعوين بيان ابن عمرو البخاري بيان ابن بشر الكوفي التابعي أجرة يروي عن أنس أسأل أنس وحكورية أنس وحكورية وبيان ابن بشر الكوفي سيأتي لنا في كتاب النكاح وكتاب التفسير كتاب التفسير وكتاب النكاح ينوغو إمان دونا بيان ابن بشر الكوفي كاسوا تابعي وكان هو كقديم سين كان هو شيخ البخاري وكاسنا هو تابعي وصحابتي
أيوب السوكاري قال حدثني بيان بن عمرو البخاري العابد الثقة قال حدثني النضر نضر بن الشميد قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون البصري عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحال ذكروا له ابن عباس أي وشاكين الدجال دجال وشاكين ابن عباس بين عينيه لبديس إن دو الدجال إحديس وحا بين عينيه لبديس إن دو إحديس مكتوب وحلق قري دجال كافر لفظ كافر ساس عبد الله بن عباس لو شيكي وحالي عبد الله بن عباس أحاديث تقار وحن كوهينا لبديس إن دو الدجال إنت قل حيس كافر إنو كو قري على مديس وواضح تابا أو أمسي كفار إن لقو قري حروف مقطعة حروف مقطعة ليست بمتصلة والروايات إسخلافية يعني حروف إن الحريرية اللي راهو كافرة كقرن أما حروف إن اللي راه حروف مقطعها كقرن كاف كون الجوني وقرن يهي فأذن الجوني وقرن تها رأذن الجوني وقرن تها حروف مقطعة هب كائن وقرن يهي قال مركز وحيري عبد الله بن عباس لم أسمعه أنا قم مغلين حديث كاس شيء سان حديث كاس إن دجالك لبدي سنة بحدة على مدى سوين كقرن تهاي ما أنا مغلين ولكنه نبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري لكن النبي وحنكاه يا صلى الله عليه وسلم من ويري أما إبراهيم إبراهيم هدات تربتين سورة دي سي سيد وقا كائنا ندين شيئوه فانظروا فيريا إلى صاحبكم صاحبكنا ندين لحظة لي فيريا نبي قول جيدة صلى الله عليه وسلم ساقا اسكوضا نبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحوها أشبه الناس بإبراهيم ذاتك متك وقا كاشد بضن وها نبي الله إبراهيم نبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينتسب إلى إبراهيم نبي إبراهيم وقلا نبي أبو ياشي سيو نبي صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم هدات دوني سانين أداركتان فانظروا إلى صاحبكم صاحبكنا فيريا نبي فيريا صلى الله عليه وسلم وأما موسى نبي الله موسى فجعد نن كوسن وها جعد نن هلبونا لولا جيدا جعد حق شعرك لولا مجيد تي تنت لولا مجيدا وحا لولا جيدا فجعد نن كوسن هلب له أيوها نبي الله موسى آدم يوها مارين وها نبي الله موسى على جبل أو ردشيسة أيو سارنا أساقو رتي سارنا الأركوري نبي صلى الله عليه وسلم جبل كاسو أحمر قدودا جبل كاسو مخدوم لغوه قامي بخلبة حرق قنبت حرق قنبت رتي قدودان سوغو سارن او رتي قدودان لوغو هوغامينايو حرق قنبت لوغو هوغامين هوغانكيس حرق قنبت ويهي ايان اركو يري نبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى كاني وابا انيغو انظر اليه حد ان فيرينياد مودا نبي موسى صلى الله عليه وسلم ان حدر حالو كوسو هوبتي في الوادي واديغا دخديس او كوسو هوبتي وادي المكه واديغا مكه اسو كوسو وحان كوسو مرني صحيح مسلم في كتاب الحج وحان كوسو مرني يلبي وأديك أسوأ قصة هابتي وتلبية قاضية لبيك اللهم لبيك وحقائق بدنا كون كان لوجكشف النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى هبينك اللي يلمنا يأرك النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وأديك قصة هابنا ينف جيل قصة حجنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أسوأ قاضية نبي الله موسى وحقائق علمية عن هذا الكون معجزة من معجزات الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن هو القرشي المدني عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحر أبو هريرة قال رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حوير اختتن إبراهيم نبي الله إبراهيم وإسجدي عليه الصلاة والسلام والحال هو نبي الله إبراهيم ابن 80 سنة سديتا سنة ويلك أسقوا أسقوا سديتا جيرة هو يسجد النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم أي يسجد قدوم كلام معنو أي علماء أشياء المحدثين ته واسم قرية بالشام تاس معنو قرية شام كتال هل كأسوق جوجا أي يسجد سدات سنة نجرة النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما بالقدوم آلة إن لولا جيده آلة الختان آلة جودينتة آلة الجودينتة اللي راه آلة داس يسجد النبي الله إبراهيم إن مرك آلة الوقف صيره أما إلا يراه هو اسم قرية بالشام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تابعه وحم تابعي ومغيره وإسناد كيومركا تابعه وحي كجرة إسناد قطيبة بن سعيد إسناد قطيبة بن سعيد ومغيره كجرة مغيره كقاضي يساق تابعه مغيره سبحان متابعي عبد الرحمن بن إسحاق الثقفي عن أبي الزناد ساس متابعه وإمام المركة وتابعه وحكاله هدنا متابعي مغيره وحم متابعي عجلان ومتابعة ناقصة وي مركا مركو متابعين لأنه حاوي مغيرة أسوي حكا قادي مغيرة عن أبي الزناد عجلانه وحكا قادي عن أبي هريرة أبي هريرة وكا قادي وتابعه مغيرة نوحا متابعي عجلان وعجلان المدني عن أبي هريرة ورواه حديثك وحاك لوري محمد بن عمرو ابن علقمة المدني عن أبي سلمة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زنيد وأبو زياد أبو الزناد وقال حدثنا أبو الزناد وقال وحور الشعيب في روايته شعيب أصغر روايته سيوحو كويري بالقدوم مخففة حالة في ذي كلمة رواية ظهر ونشد نت رواية ظهر ونشر وإسناد قطيبة إسناد قطيبة رواية ظهر نشد وهو ابن 80 سنة بالقدوم ساسي نوهد أصغر إسناد أبو اليمان عن شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة كلمة ذي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تليد الرعيني وسعيد ومن باب النسبة إلى جده أبوه سألوا نسبه وسعيد بن عيسى سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني رعين ونسبة إلى قبيلته وفقيه مصري وكان يكتب للقضاة قال لغا ومصر أيوه وهي كاتب وها كاتب دعوين كأيوه أيوه قرجر قال لغا مصر سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب والسختياني عن محمد مربه دوك قاضي أبو هريرة ومحمد بن سيرين وعن أبي هريرة محمد هو ابن سيرين الفتى المسدد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم نبي الله إبراهيم ما بين شيء إلا 3 سدح قارون نبي الله إبراهيم وبين شيء نبي صلى الله عليه وسلم لكن سدح قارون وحوي وعلى صورة الكذب لا على حقيقة الكذب حقيقة بين ماهن ماشن مجرته يعني ومعارض من باب المعارض وسرباب وحسرباب ويموية بين مشيق النبي الله إبراهيم بين حقيقة لأنه أنبياء ومعصومين أنبياء ومعصومين ونواجب إن العقيدة عصمة الأنبياء والرسل عصمة الأنبياء والرسل إن العقيدة واجب ويه بمعنى حق مقالك أيد بين مودي أديك مودي مقالك مركات فيرسه لكن حقيقة بين ماهن بدك المجالات كسد حدا مركي الله فيريه كل قد وحي آهيان وحلو الدفاعي دينة إسلامك marka soo kalaan hada been noqon meesab diin islaam wuxuu ku difaacay ay saddexda arimood baahay nabi ilaah ibraahim alayhi salaatu wasalaam riwaayad kana noo sheegi doona soo socda qala imaam al-bukhari rahimahu allah ta'ala hadathana muhammad ibn mahbub wal basri qala hadathana hamad ibn zayd wa hamad ibn zayd ibn dirham asagana ugu badan ba bukhari ila manzumadi an ku soo marnaba inuu yiraa heer uu gaarsiyo wa intara al-hamad fi al-bukhari fa ibn zayd la fi al-i'tibar ila heerkaas uu ka gaarsiyo saahib al-manzuma oo yiraa xamaad haddii aad bukhari ku aragto waa ibn zayd uu yiraa heerkaas uu gaarsiiyay laakiin intaasna waa ka badan yiin waa saddex xamaadiyalka manzumada laba ino sheegtay manzumada laban ku soo qaadan jirnay mid uu yiri mutaabacaadka uu xamaad ibn salam waha mid ku dhahay shawaahida iyo mutaabacaadka uu badan yahay midna xagga usuushu ka wariyaa bukhari waa midkan hadda ugu badan midka saddexaad jir midkanaas ugu badan ku taalabtay xamaad ibn zayd ibn dirham huwa al-basri waxa kale oo jira xamaad ibn usama xamaad ibn usama al-laythi الكوفي تقدم لنا في كتاب العلم كتاب العلم كاسنا وصور من حماد ابن أسامة الليثي الكوفي تقدم لنا في كتاب العلم وحكلو جري حماد ابن مسعدة حماد ابن مسعدة البصري يروي عن حميد الدويل حماد ابن مسعدة يسقوا حاشيخه انت بدن حميد الدويل أيوك قادة حميد الدويل أيوك قادة وحكلو جري حماد ابن حميد أو خراساني حماد ابن حميد الخراساني يأتي لنا في كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام أيها أصدقوا نوغو إمان دونا حماد ابن حميد الخراساني انتاس أقبال أفرتاس صلى الله عليه لكن حماد ابن سلام حق أصوش معها حماد ابن سلام حساس اللوغة ترينين وشواهيد متابعات كاس حماد ابن سلام نواجرة لكن كاس وشواهيد متابعات أفرتان وي أفرت بخارقة يعني مروا البابا كقران كناس أقبال حماد ابن زيد بن درهم ومروا البابا أنصر سمرا عشر وكخاليها وبيريها عشر وكم مرن يهي حماد بن زيد بن درهم البصري ويريهي كان لبادنا وحماد بن أسامة الليثي الكوفي تقدم لنا في كتاب العلم كان سيد حادنا وحوي وحماد بن مسعدة البصري يروي عن حميد الدويل كان أفرادنا وحوي وحماد بن حميد الخراساني يأتي لنا في كتاب الاعتصام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن محمود البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول أبو هريرة لم يكذب إبراهيم نبي الله إبراهيم ما بين شيء عليه الصلاة والسلام إلا 3 كذبات سدح بين مهن ثنتين لبا بين لبا داسو منهن سدح لكمدة في ذات الله لأجل الله إلهي درتي دفاعا عن دين الله هي. دفاع عن دين الله تنسدح هذا نفته الدفاع عن دين الله ومدي زوجتي سوى مركو زوجتي سوى إن بدنا نصمر الحديث كا زوجتي مركو ده هي بقر كمركو يعني قام كوسو تاعه أو دون أي بقر كأنه كل باتيه وحترى ولا لنا ساس كده
taasna waa saas qof mu'minada uu ku badbaadinayo qof mu'minada ayuu ku badbaadinayo iyadana lam yakdib ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim ma been sheegin calayhi salaatu wasalaam ilaa thalaatha kadibaati fintayni labo labadaasoo minhunna saddexda ka mida fii dhaati illahi liajli illahi caza wajal qowluhu tacaala aluulaa midda hore qowluhu tacaala qowlka ilaahay ahayd uu yidhi nabiyullaahi ibraahim innii anugu saqiimun anugu waa xanuunsanahay yuu waa markuu doonayo waa xiilatan likasri alasnaam waa xiilo uu u samaynayo asnaamta inuu jujibiyo ilaa maalin mahrajaanay lahaayeen oo maalin fantasi ay lahaayeen oo cayaar ay aadayeen ayran maana raacdin magaalada wax ku haray mar jiraan mahrajaankii aan aadaynaahe maadna raacdin nabiyullaahi ibraahim ku yidhaahay markaasuu wuxuu yidhi innii saqiim anugu idinma raaci karo waa xanuunsanahay fayuxibu an yakhluwa biaalihatihim liyaksirahum wuxuu rabaa marka an yakhluwa biaalihatihim aalihadoodii inuu la cid la noqdo oo keligii uu la joogo ayuu rabaa liyaksirahum si dhammaan uu baabiiyo ayuu dooni taasi marka waxay ahayd waa kadbatun difaacan lidiin illah diin ilaahay xaqada markii la yidhahna haddii dembiba noqon mayso taasoo kale dembi noqon mayso waa wax diintii lagu difaacayo asnaamta yacni min duuni illahi lacaabudayo uu ku baabiinayo nabiyullahi ibraahim wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisi waa xikaayatan can ibraahim nabiyullaahi ibraahim haddana wuxuu yidhi markii ay soo laabteen ay yidhaaheen asnaamtan yaa sidan u galay yaa burburiyey hal xaboo weyn ayuu ka reebay caqli badan ahaa nabiyullaahi ibraahim intii kale markuu burburiyey kii ugu weynaa ayuu reebay markaasuu faashkii uu halkan u suray faashkii uu ku burburiyey oo qoorta u geliyey markaas ilaa caqli malaha wuxuu yidhi bal facalahu kasriga jejebinta waxaa sameeyey kabiiruhu midkooda ugu weyn haada kan ah kana ku xanaaqayo kuwii ka yar yaray baabi'iyey yuu oo jejebiyey fas'aluuhum uu yidhi in kaanuu yantiquun bal iyaga weydiiya hadday hadli karaan hadday weydii karaan maxay hadle waa iska asnaamen dhagax wey dhagax wey weydiiyey yuu wa qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana waa mar kale haddana wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim baynaa waqti maya nabiga wey sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam baynaa waqti huwa nabiyullaahi ibraahim daata yowmin maalin xaaladu saaxiiba iyo wasaaratu saaro ay labadoodaba ay wada socdaan id waqtigaasa ataa nabi ibraahim wuxuu u yimid calaa jabaari nin madax adag kaasoo min aljabaabirati boqoradii madax adka ay ka mid oo masar xukumaysay fa qiila lahu nabi waxaa lagu yidhi markaas boqorkii jabaarkii inna haahunaa halkan rajulan nina ahaaday ninkaasoo macahu ninka micigiisa imra'atun haweenay ahaatay haweentaasoo min axsani naasi dadka midda ugu wanaagga badan oo ugu quruxda badan ah oo markaa waxay leeyihiin kutubta shuraaxda oo bukhaariga sharxa qaarkood waxay leeyihiin waxaa usoo tiftifay nin nabiyullaahi ibraahim markuu masar yimid oo xaaskiisuna ay la socotay saara ninuu dukaankiisa wax ka iibsan jiray oo islaanta wax uga dirdirsan jiray ninkiiyaa usoo katifaa la yidhi oo u sheegay boqorka oo la yidhi islaan qurux badan ayaa magaalada soo gashay oo aniga wax iga iibsata oo nabiyullaahi ibraahim uu wato ayaa soo gashay ninkaasaa tiftifaya la yidhi dukaanka yacni islaanta ay wax ka iibsan jirtay nabiyullaahi ibraahim imraadaasoo min axsani naasi dadka midka ugu wanaagga badan ka mida faarsala waa diray ilayhi nabiyullaahi ibraahim xaggiisii ayuu boqorkii u diray yuhi islaanta ii keen fasa'ala waa su'aalay boqorkii hu nabiyullaahi ibraahim canhaa cani zawja zawjadii uwatuu ka su'aalay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi boqorkii man hadii tani waa tuma qaala markaasuu nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi ukhtii walaashayu ma uusan dhihin waa zawjadaydii marka kalena waa markaasu intaasaa been lagu sheegay maxaa beenoo meesha yaalba wax beenoo meesha yaal maba jiraanba iyo waxa dembiye annagu aan wadanno oon qiyaamaha la tegayno nas'alu llaha tacaala alcafwa walcaafiya ilaahay dembidhaaf allah nasi allah naxureeyo fa qaala man haadihi qaala ukhtii intaasaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ku sheegay thalaatha kadibaatin uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ukhtii walaashay uu yidhi faataa markaasuu wuxuu u tegey saarata saaru u tegey nabiyullahi ibraahim qaala markaasuu nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi yaa saaratu saaruy laysa calaa wajhi alard ardada wejigeeda muuminun ma ahaanin muuminkaasoo kayri aniga kayrkayga wakayruka adiga kayrkaaga labadan masar oo dhan ba annagaa muuminiinka ah wa ina haadaa ninkan jabaarkaa sa'alanii canki xaggaagu iga kaa su'aalay fa akhbartu waxaan u sheegay jabaarkii annakii ukhtii inaad walaashay tahay falaa tukadibiini hay beeninin oo been hajo waa zawjadiisii aan ahay hadhihin faarsala ilayha markaasuu u diray nabiyullah faarsala waa diray boqorkii waa soo faarsala waa diray boqorkii ilayha zawjadii nabiyullahi ibraahim ayuu u diray hala ii keenuu yidhi marka falamaa dakhalat markii soo gashay saara calayhi cala aljabbaar boqorkii markii usoo gashay dahaba boqorkii waa tegey yatanaawalahu xaaluu markaas gaarayo biyadihi gacantiisa uu la gaarayo wuxuu rabay inuu soo qabsado fa ukhida waa la qabtay boqorkii min jihati illah ilaahay xaggiisaa laga qabtay isagii fa qaala markaasuu wuxuu yidhi boqorkii udci illaaha islaan yahay li aniga ilaahay ii bari walaa aduruki ma ku dhibaya ilaahay ii bari fadacat illaha ilaahay baris fa udliqa waa la sii daayay uma tanaawalaha haddana waa gaaray wuxuu doonay bimacnaa xaawala an yatanaawalahaa wuxuu isku dayay inuu gaaro haddana athaaniyata mar labaad fa ukhida boqorkii haddana waa la qabtay milaha mila almarati lula aw ashadda ama si ka daranaaba loo qabtay
فقال مركز سحر ودع الله لي ولا أضرك إلهي إبر كل يوم ماي فدع الله يبرس فودلقة ولا سيدي فدع بعد حجبته ورديال كيسقار كمدة حجبته حلوجة بوابين كوي الباب كجوجي ورديال شها ورديال شيء قيب كمدة أيو أيهري فقال مركز سحر إنك أنك لم تأتوني إما أدنى كين بإنسان الروح بن آدم إنما أتيت من واحد إلى تمادن بالشيطان وح الشيطان يتمادن مع عن تمادن لو تاعي كريم ده إلهي حق سبحانه وتعالى لقى عن أنتيو حق إلهي لقى الدفاع قبر المؤمنة وهذا زوجة خليل الرحمن يوجد خليل الرحمن فأخدمها أي فأهداها وحو هدية أسوسية بغركي هاجرة ماشي بأس يو شرط لقى في لي هدية بكالسو قد أنتيو هدية وفرج إلهي حق سوقي منه فأتت وأتمت سارة هو نبي الله إبراهيم أتمت والحال هو نبي الله إبراهيم قائم ويا سو تاغي يصلي تكني فوما وا اشاري بيده كعنتي سوساس اشاري وحو اشاري مهيم حالكم حوية سو تكني وتم اما واحد دبات لو غارسي كعنتي مهيم كو اشار مهيم مال خبر هو خبركم حوية محاجر واحد دبات ما يكو غار قالت مركاسي وحي تري زوجتي رد الله كيد الكافر قال كشر قولكيسي اله علي او الفاجر فاجر كشر قولكيس في نحري دونتيسي وحو اله يد مع سنه سغا اله كو علي واخدمه وحنا هدية إيسي وأخدمني معنى أهداني وحو هدية إيسوسي هاجرة أظن تهاجران وإيسوسي قال أبو هريرة وحوري تلك تاس قصدة سلاس تاي أمكم هو يدين ويا بني ماء السماء سماء بيها كي ما بيها سويلة شهدوي هو يدين تاريخ دين سلاس وكناية عن العرب عربت الوجود يعني سماء بيها كي ما دار علي ولجدد وكلي هاي وحوي ولكثرة طلبهم مواقع المطر ما لها الرب كده أي مر والباب حولها يوسفيان وآذان وعلل يمرك ما إيسان قطنين وما إيسان لهين مرك ما دام ذاته الجرايه الرب كاس أنكنا الأويهاي أي عرك النسبي عرك بيه ذات كنا شين ولا جدا مرك عرب هذاتهين هل كاسد كتم عذينه زوجينه ولأنها أم إسماعيل وإيد أم إسماعيل والعرب كلها تنتسب إلى إسماعيل عرب ودان إسماعيل ونسب شجر إذن أم إسماعيل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى هو الكوفي أو أمس ابن السلام وشك من البخاري مرتك غارو ساسة ميا وصمر الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى الكوفي أو أمس وحى حديثك إيش يا ابن السلام محمد بن السلام البيكندية عنه عن عبيد الله بن موسى إيش يا جي لباسهم كل شك سانو لي الشيخ رحمه الله تعالى قال وحور عبيد الله بن موسى أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة ابن عثمان الحجبي وقال دي مفاتيح ذا كعبة ذا هينجرتي وكل نسبة شكتا عن سعيد ابن المصيب عن أم الشريك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحو أمره بقتل الوزغ أبو تقلوين تدلك يدي أيو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري كان وزغ وحوها ينفخ مد أفوفة أو ضبكي قالدو إكتوريين ضبكي أفوفي على إبراهيم حديث كهراء نصو إشارنيو صابت اللود ديليو صابتها إنه تهي حيوانات كورنا وحي أقر مدين إنه دبك إدميان إيه سكود دييين دبك إنه إدميان إيه سكود دييين لكن بهاشا وزغاد الليرا إيه دو حي سكود ديي سبا إنه دبك سيشد إيه أفوف سور قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي قال حدثني أبي وحفص بن غياث الكوفي القاضي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة علقمة سوى علقمة بن قيس الكوفي علقمة بن قيس الكوفي إرشاد ساري وحكده علقمة بن أسود علقمة بن أسود ما هو علقمة بن قيس الكوفي ساسي شراح الأبنيه إن كده قال علقمة بن قيس الكوفي عن عبد الله عبد الله وكوفي عبد الله مربه دي كوفي إسناد كويا عبد الله المسعود قال له ليش يداو رضي الله تعالى عنه قال وحور عبد الله المسعود لما نزلت مركي سودكتي الذين كوي آمنوا إلهي رمي والحال لم يلبسوا إيمانهم إيمان كودان أنكو قسن بظلم وحد ظلم أنكو قسن أولئك لهم الأمن كواسا أمان كهلا يقيامها ما ننتج نار جهنم آيات داس مركي سودكتي قلنا وحنري يا رسول الله رسولك إلهي أينا كينه لا يظلم نفسه نفتي سأن ظلمين قف ظلم كمرا مياجر سي أمان كهلينا أمان كآيات الشيكتي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كو إلهي ري. كيف نجد الأمن والهداية أمني هداية سي كهلينا وقد خلطنا إيماننا بظلم ساسي أولجه ذا لقف ظلم كمرا مجري قلنا وحنري يا رسول الله رسولك إلهي أينا كينه لا يظلم نفسه نفتي سأن ظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحير ليس شأنك كما تقولون شأنك ما هسط ما ليسن تقولون معنى ظنه
كما تقولون سيدات أم علينا سين آيات معنه إذا أدوكم علينا سين شأنه ما ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أيال لرجه وكون إيمانكو ذا قال لمكو قدرينو وقال لمكو غسل أولم تسمعوا ما أذن المغلين ميا إلى قول لقمان لقمان الحكيم قول كيس ما مغلين ميا لابنه ويل كيس مركو كلها يا بني ويل كيجي يرايو لا تشرك بالله إلهي الله وذا جن إن الشرك وذا جنت لظلم ظلمي وي ظلمي غاسو عظيم وين مرك الشرك يقول حكوت المامي لقمان الحكيم إنه ظلمي هاي مرك ظلمي آيده وحلو لجيدا بمعنى الشرك وليس بالظلم المعاسي ظلمي معاسي ذا اللو لمجيدا ساسي ولجيدا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى مرك وحي علماء الشراح ذا قاركود إشكال قليين آيدا قصدي نبي الله إبراهيم حقه مناسبة وقلاده إلا شيخ وحو كهد لي وحوي قصص كي آيده نبي الله إبراهيم خسيي أي شيخ وكهد لي وحوكو يرحافظكو الحديث العاشر وحديث ابن مسعود لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الحديث مضى شرحه في كتاب الإيمان قال الإسماعيلي وحوري كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم ولا أعلم فيه شيئا من قصة إبراهيم قصة النبي إبراهيم إن أنه حديث كان كما أركنه كذا قال وخفي عليه الشيخ وحكى قرصون هذا أنه حكاية عن قول إبراهيم إنه عليه السلام لأنه محايا لله سبحانه وتعالى لما فرغ مركو كفار ونقضي من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر إله وحشيق محاجة قومه له قومك نبي الله إبراهيم إن إلا الضوذين نبي الله إبراهيم ثم حكى إله وحشيق أنه قال لهم نبي إبراهيم إنه كير قومك سي وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن فهذا كان كله دمانتيس وحكاية عن إبراهيم إيه وقوله تعالى إن كنتم تعلمون وخضاب لقومه ثم قال إلهي وحوري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخره يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنوا وقال بعد ذلك إلهي وحوري وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه فظهر مركوحة ظاهري تعلق ذلك قول كاس آيات البخاري والشيخين حرير لليه بترجمة إبراهيم ترجمة إبراهيم توصي حرير لليه وروى الحاكم وحوري في المستدرك من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية إنه أقره الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال وحوري نزلت هذه الآية وحكسوا الدكتيف إبراهيم إيه وأصحابه واختصر الكرماني وحكوك أبصدي على قوله مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم واتصال هذه الآية آيضا إن لحررت بقوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه ساسوك أبصدي مركي حرير إلى هذا أيوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هذا متكني باب باب وأبواب البخاري كبضنيد وبمعنى كالفصل لما قبله وكله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر هو المروزي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن أبي حيان ويحيى بن سعيد الكوفي عن أبي زرعة وهرم بن عمرو الكوفي الرازي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لم يحل لكن باللحم هرب اللولين هرب أي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع إلهي وكل مياه يوم القيامة ما لنت قيامها الأولين والآخرين في سعيد بنان وكل مياه بنان كاس واحد كليس فيسمعهم وحوح مغشين كرا الداعي وفك أياري صوت كيس وضمغ له هل بنان والسمن وبور يبوت عن الهين أي جوغا وينفذهم وحاكد حدوسية البصر أركة والله وضارك لوجه ذاو وتدنو الشمس منهم ورحضنا أسر دواتاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أبو هريرة وحوشي حديث الشفاعة حديث كده رايو وشفاعة فيأتون وحي هذا ندتك أتقان إبراهيم هل كاسو كرهوا إمام البخاري نبي إبراهيم اللي أتقى شفاعة لوي ديسني فيقولون وحي إليهن أنت النبي الله وخليله نبي إله ياتاي خليلك إله ياتاي من الأرض أرض حق إذا حالتك آهات اشفع لنا أنك نو شفاع إلى ربك حق ربك نو شفاع فيقول مركز وحي نبي الله إبراهيم نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فذكر كذباتي وجملة معترضه ساسو حديث سو خيرن هي جمله معترضه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحو كشيكي كذباته نبي الله ابراهيم بين يالك او شيغي النبي صلى الله عليه وسلم وسدخدي هذا حديث كي دهرا ان كسو قادنوا فيقول نبي الله ابراهيم وحو ليهي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري فذكر مرك النبي وحو شيغي كذباته بين يالك يعني وحو كعذر دارنا انه بين شيغي نبي الله ابراهيم ووحس ربنا واغ لكن بين حقيقه انا هي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تابعه أبو هريرة حديثك وحكو الراعي أنس عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحوري حافظك تنبيه براجل وقع واحد عاي في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث أبي هريرة
هذا ما صورته وحم مقال كيسو يهي يزفون أن صلان في المشي أدين كميا ساسو يدين كميا انت بابون الله دهد ويدين قرر بابون يا بابون وكتك كميا اسكت داري نسغوي كاسو الشاري وحوري تنبيه وقع واحد عاي في رواية الحموي إيو الكشميهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته وحم مقال كيسو يهي يزفون أن صلان في المشي وفي رواية المستملي والباقين باب بغير ترجمة مدى نسخين كنو إشار مرك باب بغير ترجمة إسكا وسقد ذلك أصور أن وكدع من رواية النسفي ووهم وحق في من وقع قفو دعي عنده أكتس أو كدع باب يزفون أن صلان فإنه كلام لا معنى له كسوى قفر وحن ألقوا معنى يبلو يقانو الشيخ معنى ملا يعني وحا باب يزفون أن صلان لكن حافظك كالي كتاب كان عمدها عمدة القاري عمدة القاري شيخ الشرحي أي أسقو حليه هذا الكلام معنى وليه يور هذا الكحافيد كسوقاتي حافيد كهذا الكيس سوقاتي وليه يعني كلام الله معنى له مركز وحرف إن له معنى حقيقي معنى حقيقي وإسكالي هذا الكن وحور يزفون أن الصلان في المشي مركز ليه يعني يزفون ذو حلقة سوقاتي فأقبلوا إليه يزفون آيات يلو الشاري ولي فأقبلوا وسوقا بالانقالدي إليه النبي الله إبراهيم ومركز أسنام تكجي جبي أسنام تركب بري أي أي مادين يزفون حالي أرديا أردي أقول ماذا؟ مركز البخاري وحول مركز باب يزفون باب قوله تعالى إنه غنى مركز يزفون وأرديين قال ذي إجو أردي نبي الله إبراهيم أي أقول ماذا؟ وهو زفق آيات الشيء سنة أن الصلاه أي السرعة والدقدقتة في المشي سعتك اللي بدقدقه ساس مركز معناه واضح سيكون غنى حافظ وحول وح معناه ملا لكن عمدة القاري معني عمدة القاري أي معني حافظ العين رحمه الله تعالى حافظ العين نسيدي سبو حوي ومعاصر لها حافظك اسكو ودنا واجوين مصر ودا دغنايين اسكو حافظنا ودنايين لبدا شيخ اسلا عصرينا ودا الفين لبدا شرح جايبته حوي ومركو شيخ قريي حافظك رحمه الله تعالى اسغانا هردمي او حافظك كتاب فيس مركو شرحي وشرح كلا بلاد اسي مركو وا حنفي او مذهب كحنفيه دو اها امام العين شيخنا وا شافعي مركو وحو سمي جيري كراسه كراسه اوغا سو قادن جيري وحو كو شرحايو فيرنا marka meelaha hadii ay jiraan oo mulaahada ah oo marka uu fiirinaayo uu ku radina inta badan waxay u badan yahay sharxiisu inuu meelo mulaahada ah oo xaafidku si uu yeelay inuu ku toosiyo wiilay waa ku naqdina adiga waxna waa iska jirjireen qisooyin badan aad dhaxmaray labada sheekh qisooyin badan aad dhaxmaray xaafidul ayni iyo xaafidul asqalani rahimahullahu ta'ala qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana ahmad ibn sa'id hadathana ahmad ibn sa'id abu abdullah allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala